ايه اللي بيخلينا نحبها قوي بقى بصراحة ونبقى مش عايزين ناكل اكل البيت؟ الوجبات السريعة أو اللي بيسموه الفاست فود اللي ليها طعم وليها كده مذاق كده خاص، خصوصا ان هم بتوع الاكل شاطرين قوي ازاي يعملوا حاجات تجذب الناس. الفكرة دي كمان بتشتغل عليها في الدعاية والإعلان، يعني تلات أرباع الدعاية اللي احنا بنشوفها هو ليه مش صورة الساندوتش اللي أنا بشوفه في الإعلان مش هو اللي باكله؟ صحيح. هو بيجيب عينك الأول، بيبدأ ينزل لك بقى حتة الجبنة السايحة على البرجر، بيبدأ يجيب لك البيتزا مثلا وهي بتمط كده وجوسي وجميلة جدا. انت مجرد ما بتخلص الإعلان عايز تجري تطلب، مش مجرد الاعلان يخلص لو احنا في الاعلان خصوصا صحيح. كمان لو انا جعان في الوقت ده صحيح. فهم شاطرين قوي في الموضوع ده، خصوصا كمان ان دلوقتي بقت ايه، اغلب افراد الاسره بقوا يعني معاها مواعيد الاكل اتغيرت. انا في الشغل، مراتي في الشغل، ولادي في المدرسه، طب بدل ما نشوف مثلا نهتم قوي باللانش بوكس بتاعنا نعمل لا، طب بص خد المبلغ المعين ده وعلى حسب البادجت بتاعنا بنلاقي فاست فود على قد البادجت بتاعنا. صحيح. انتشار برضو المطاعم. احنا في مصر في سنة 2022 كان عندنا مطاعم المرخصة رسميا 180,000 مطعم. 180,000 رقم خرافي، ده اللي هو المرخص الرسمي السياحي. ده المرخص يعني ده اصلا يعني فيه دي اللي عاملة وزارة السياحة بالظبط. يعني في حاجات تانية مش مرخصة من وزارة السياحة. ارقام كبيرة. احنا سنويا تقريبا كمصريين يعني مستعدة للرقم لا. بنصرف 204 مليار جنيه في الأكل على الفاست فود. يا نهار أبيض، كتير. مش على الأكل، على الفاست فود بس. بس في الركن ده رقم خرافي احنا بنوصل له تقريبا سنويا، وبيزيد مع زيادة أعدادنا طبعا بالرقم ده بيزيد. حتة برضو المطاعم اللي شاطرة قوي في جذب الأطفال، بص هتاخد الميل دي وتاخد معاها لعبة. فأنا كأب رايح هضرب عصفورين بحجر واحد، هجيب للولد ساندوتش هو بيحبه. صحيح. وفي نفس الوقت هجيب له ايه؟ لعبة. هجيب له لعبة. الولد بيبدأ يربط السعادة واللعبة الحلوة دي بالمطعم ده، ألاقي نفسي طبعا. أكبر بطلب منه بدون إرادة، لا يعني يبقى نبقى في المول مثلا وفي الفود كورت، لا أنا عايز ده، وتلاقي عليه طوابير كتيرة، هو عارف يلعبها نفسيا صح. حته حلوه قوي كمان، يعني في الدعايه كويسه لكن صحيا مش صح قوي، حته ان هم بيربطوا المطعم بتاثير ايجابي، لا هنعمل لك حفله، بص ممكن هنعمل لك عيد ميلاد في المكان ده ونتكفل بكل حاجه، مطلوب ان انت تطلب بس الاكل. لا تعالى نعمل مثلا نربط المطعم او الاكله دي بالسعاده، متضايق مكتئب كل ساندوتش ده بس خلاص. مشكلتك خلصت. صحيح. بتلاقي الإعلان نفسه يعني جذاب والأكل نفسه في الإعلان رهيب. صحيح. فأنت عايز تخلص، عايز تطلب، هي حاجة نفسية. ليه كلنا بنلجأ لها زي ما قلت؟ برضو وتيرة الحياة السريعة شوية اللي احنا بدخلنا فيها، عايزين حاجة بسرعة. بس خليني أقولك يا دكتور برضو إن في كثير مننا بيروح يطلب هو مبسوط. يعني الاكل ده بيبسطني، يعني برضو بيخليني في مود تاني خالص غير ان انا اقعد في البيت واكل. بالظبط. هو يعني ربط، هم عرفوا يربطوا السعاده بالساندوتش ده بالبيتزا دي، فهو خلاص. انا عارفه لما حد يكرر عليكي كلام كتير 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 تبدا تقتنع بيه، تبدا تتصرف على اساسه. فاحنا من كتر ما بنشوف في التلفزيون ان الساندوتش ده هيجيب لي السعاده، الساندوتش ده هيخلي عيالي يحبوني لما اطلب لهم كذا، مش بس السندوتشات او المطاعم، الاكل الجاهز. الحاجات اللي هي البانيه الجاهز والحاجات اللي هي الستريبس والحاجات دي برضو دي طبعا بالظبط الفراخ، لا انت اعملي ده ولادك هيحبوكي، كان في اعلان مشهور زمان كده. فهي دي الفكره، ان احنا هم بيعرفوا يربطوا حاجات نفسيه بالاكل بتاعهم. العروض ان انا دي لو انا مش جعانه مثلا بشجعك تاكل كميات كبيره بسعر اقل. بسعر اقل. طب رغم ان انت لو انت واثق في الكميات الكبيره دي، طب ما تخليها معاك وتكمل معاك وشغلك، ليه عايز تتخلص منها؟ الا لو كان انت اكيد طبعا هيحصل لها حاجه بعد شويه. اكيد. هي دي كلها سبب انتشار الفاست فود وبغزاره كمان. الفكره كمان ان احنا ما بقيناش نحب الاكل البيتي. يعني مش كتير بيحبوا ياكلوا الاكل البيتي، اللي هو احنا بناكل ايه يعني، رز وخضار وفراخ
مش هو ده اللي بيخلينا مبسوطين يعني. بص خلينا حتة صريحة شوية ان المطعم المصري بتاعنا فقير شوية يعني، رغم ان ناس تقول الاكل المصري والحاجات دي، بس في التنوع مفيش، مش زي المطابخ التانية يعني. المطابخ التركي ممكن نلاقي مثلا اكتر من 80 صنف يطبخوا مثلا اثناء الشهر، اقدر اجيب 80 صنف. لكن انا لو قلت لحضرتك مثلا دلوقتي في بيتك عايز 10 اصناف على مدار اسبوع، هتقعد تفكري وقت كبير قوي على ما تجيبي اكل مصري. احنا عايزين صنف يقعد يومين ثلاثه ده دايما ست البيت بتروح لي كده يعني. فهي دي الفكره، ان المطبخ بتاعنا ممكن يكون فقير شويه. برضو حده الاختيارات يعني، ماما بتعمل الاكل ده وشايفه ان هو احسن اكل، فبس ما بتسمعنيش. طب يعني ما بتسمعش رايي. طب بصي طنط فلان بتعملها ازاي، تبدا بقى ماما تحس بقى وتيجي على كرامتها، ازاي تقول لي او ازاي تعمل كده.